اشتباكات عنيفة بين المتمردين والقوات الشرعية في اليمن وتوجه أنظار العالم نحو مدينة لويفيل مسقط رأس الملاكم الراحل محمد علي كلاي لوداعه، كل هذا وأكثر في جولتنا الإخبارية حول العالم. هزت سلسلة انفجارات مدينة تعز جنوبي اليمن جراء قصف عنيف شنته ميليشيات الحوثي وصالح على الجبهة الشرقية للمدينة، واندلعت كذلك اشتباكات عنيفة بين المتمردين والقوات الشرعية في تعز التي شهدت قصفا متبادلا بين رجال المقاومة والحوثيين، تركزت في مناطق من المدينة التي يحاصرها المتمردون منذ أشهر ويمنعون دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين داخلها. قتل 7 أشخاص على الأقل في هجوم لحركة طالبان على محكمة في أفغانستان، وهو الهجوم الثالث منذ تعيين زعيم جديد للحركة في شهر أيار الماضي بحسب ما أفادت به السلطات الأفغانية. وهز الهجوم الجديد على المؤسسة القضائية مدن ولاية لوغار على بعد 70 كيلومترا جنوبي كابول، ما يعكس تصميم طالبان على مواصلة القتال تحت زعامة الملا هيبة الله الذي عين قبل حوالي 10 أيام بعد مقتل سلفه الملا منصور في قصف لطائرة أمريكية بلا طيار في باكستان. تبادلت واشنطن وبكين الاتهامات بتنفيذ تحركات استفزازية نتيجة الخلافات على الجزر في بحر الصين الجنوبي، حيث تقوم الحكومة الصينية بعمليات ردم واسعة على الرغم من استياء الدول المجاورة لها. وقال الإدميرال الصيني سون جيانغو خلال قمة أمنية في سنغافورة أنه يجب على الدول الخارجية أن تلعب دور بناء حيال هذه المسألة وليس العكس، مؤكدا أن قضية بحر الصين الجنوبي تتفاقم بسبب استفزازات تقوم بها بعض البلدان التي تتبع مصالحها الأنانية. التقت هيلاري كلينتون التي توشك على حيازة ترشيح الحزب الديمقراطي إلى منصب الرئاسة بأنصارها في بلدة زراعية بكاليفورنيا، بينما كان آلاف الشباب في احتفال صاخب في لوس أنجلوس لمشاهدة بطلهم وخصمها بيرني ساندرز. ففيما أمضى السياسيان وقتهما يجوبان أكبر ولايات البلاد قبل استحقاق الثلاثاء التمهيدي وسط فوز شبه مضمون لكلينتون بتمثيل حزبها في الانتخابات النهائية، ما يزال ساندرز قادرا على جذب حشود أكبر وأكثر ديناميكية. تتوجه أنظار العالم إلى مدينة لويفيل مسقط رأس الملاكم الراحل محمد علي كلاي الذي سيدفن يوم الجمعة في هذه المدينة الصغيرة بعد مراسم تأبين وموكب جنائزي لتكريم بطل الملاكمة الأسطوري وصاحب القناعات الثابتة. وكان محمد علي كلاي أبرز شخصيات العالم خلال القرن 20 في مجال الرياضة وغيرها من المجالات الإنسانية.